فاضي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سعيد بافتتاح هذا المنتدى، المنتدى العالمي للجهاد، التي نتشرف في المغرب باستضافته، ونرحب دائما بضيوفنا من مختلف دول العالم. مواطنات المواطنين تحتاج إلى أن تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات حتى داخل البلد الواحد، خصوصيات جهة الجهات، خصوصيات المناطق. ولا ديمقراطية بدون هذه الديمقراطية المحلية، كما أنه لا تنمية بدون ديمقراطية، فذلك لا ديمقراطية بدون تنمية محلية وإشراك السكان المحليين في تدبير شؤونهم المحلية بأنفسهم. لكن المغرب أيضا يؤمن إيمانا عميقا بهذه البرامج الثلاث التي ينعقد هذا المؤتمر لمناقشة كيف يمكن مواجهة تحدياتها، كيف يمكن أن يشترك الجميع لإنجاح هذه البرامج الثلاث. هناك استراتيجية طموحة بأهداف طموحة، ببرامج عملية، بعمل على الأرض وبتطور. وكي أعطي رقماً أو رقمين فقط، الهدف الذي يهدف إليه المغرب هو أن تكون عنده إمكانيات توليد من 40% من الكهرباء الوطنية سنة 2020 من الطاقات المتجددة، وأن يكون عندنا 52% من الطاقة من الكهرباء المصنعة. هذا نتيجة إيمان المغرب بضرورة أن ينخرط في هذا التطور العالمي.